اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا أنا نسيت ربنا سبحانه وتعالى مثل اشتر أفي نعمة النطق، نعمة الكلام، إن أعمال سيدة ربنا غير مثل نعمة يجيب أمسلاي إيس إسم سبحان إن هباب إن خدم الشغال أبو برنا إتشيت العلاقات إيجار العباد لو كانوا لا شيء أمش أن يخدم الغاشم بالبو كارسل. إذن تبوي هذا أسنخ المزال إويدين وسنفك يحقيس أذن السوق غالما في ذري دي سفين دي الناس رب الخالق سبحانه وتعالى إفكاد أخلق معزول سبحانه وتعالى يعقي العالم إفكاد إيمين إلسا أكد مسلين أنا دي فغن بيس صافي تيا ثام. إذن ثبوي دي العالم أقبل أدي من أسلين أثي خمام أقبي داخل عقل نس من بعد ما في صار يصلح ذين العالم أديهم ودي سوى ما يندر أثي دي السفا سيل سيس أيضا مثلا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سبحان الله. إنك في كلاس الدليل نصاصا في كلاس إيش الفيل أكو يلس الزخر يلس الزخر الجبين إذا نزمل دي فرق يلسكين باش دي سوف غمسنا أماكن زمان إيش الفيل أثفر من فلسة الغلاخي على خطر يدقى في كاد سيني بذان إلا أبريد إلهان إلا أبريد نظام أنديرين اختاروا من كاجلن وحديناه ومجدين كان يتمنى إذا نعمة الكلام أسنخدم أزال أي مثل على حسب القانون ديننا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من كنيس من العبد أدينين أين العالم مولاش ما يتفهم يسخن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وين يوم السيد ربي اليوم الآخر اهضر أين العالم لا إيش يسمى يتفنيز أي مثلا العالم ما دقنا ويخلق ذرا يلسيسا يشوف غيثا في المجال من في دفكار سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أزديو غين الدنيا اهضر أين العالم نقد فمي هذا اين ذري لي لوقا نقد فمي هذا اين ذا ذي اذا ذي ذكني غلايبا يا لايبا كنا نخبر الخير كنا ندير مثل كنا نزرع الخير يا الغشاء تزرع الناس تزرع المحبة يا مولاش تفمي اين ديولنا هنا هذا اين ديولنا هنا مولاش تفمي الكثرة عن الكلام ما يشتوق حتى العبد المسلم مثلا لو كان شي كان يدي فيك مرة وين ندير كمل الخطر إبليس عليه لعنة الله يكتشف الزخر للكثرة عن الكلام سينا يتكثر ما يكثر من المسلم يكتشف ديال سندينا وتشفى على المسلمين حاشا ما تقدر اللغة حاشا ما تقدر اليوثن حاشا ما تقدر المسلم حاشا ما تقدر السفران ما تقدر الكذا في سلطوف الكثرة من الكلام ذي البلام ذي كسيت في الكمال يغشم ذي كنسيم يسيك تشمل البعيد دي فيو فاقد من الشفوان الخسران ذي كنسيم
يسيس الضرين تستخدم العقيدة الكثرة المسلمة كرهي فاربين الكثرة المسلمة مثلا خزرت شدي قال أن في محمد صلى الله عليه وسلم يتمثل إند أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه إند أن في محمد صلى الله عليه وسلم ألا أنبئك بأمرين خفيفين مؤونتهما عظيم أمرهما طول الصبر وحسن الخلق إنيس رسول صلى الله عليه وسلم أبي الدرداء إنيس أجملة سنوه الحاجة خفيفة ولكن الشمس المقرم ليه بيه إنيس تسوس ليه أكتسك لي الهان أخلاق الصفة العيّة إنيس رسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إنك ما كنت ساكتا فأنت ساكت فإذا تكلمت فلك أو عليك إنيس من الذي تشيني السسمة إنيس خيط السلمة إنيس ولك المذي تهضر إما ذين العالي في الله وإما ذين الدين في الله سبحان الله الخطأ أمسني أقف يدي دينير إذ شرت حكمة ديس إذ كنت شرت حكمة ديس ولكن ماذا قال يروح علي فغل إذ انتساك حكمة إيناد يوي غمد العالي ثماذا إذ كشت في المسؤولية قبل شرت دينان كيف مثلا عن جابر رضي الله عنه وأرضاه إن رسول صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك إند النبي صلى الله عليه وسلم تقبل السسوم تقبل غص هذا الدر الصحابة والله عليهم جميعا جوجلسن ولكن النساء هذا يتفنش به درارا ذا سنوم بدي يسجنوه ودي يتصلصر الرسول صلى الله عليه وسلم في دينام يتبادل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن من صراه أن يسلم فليلزم الصمت واللي يبغان أجيهير أدي سعديته ذات العين يقدم أدي نادى سجنين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه الذي وصي الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك اطفئ سيك ذا زوال قام البخاري صرب في الغلطين كما لا تدخل مرض اي كم يثبتن وين ينومن يتحكم الجلسيس يحمي تشوشن ما يتقدر ينطق شويه العين مول شبي شوشن وجمال ما ليش شبي بابيش اللي يربح الدنيا اللي يربح يخاف اخذ رمسني الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا ديني ونمسني وشي سيارة مازال بوين العين وشي سيارة مازال بوين العين خطر الى ان هذا فيها في السيارة ربي في اعلى عينين إلى دولة دي لمن سين دين وسيسيرة نازل إجار خفيفة من سردي إلى دثيوث الجنة من سبعين خريفة إذا إلسا ماذا إذا تشين تحكم بجسة اللي على حالك دوي جنث ولكن ماذا إذا الإنسان تحكم اللي دوي الجنة من دوني اللي دوي الجنة من بخل رسول صلى الله عليه وسلم إنيس المعالي من الجبل إنيس يا رسول الله هل نواخذ بما نقول إنيس وصحابيين معاذ بن جبل إنيس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنيس سيدة بغاغ الجزيرة وين دي فرنك نورا إنيس رسول صلى الله عليه وسلم لتكالتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد أسنته إنيس جامعشين إنيس الزلطرة إنيس دشمري إذا شو مالي وتنسوق روي العبد الداخل جهنة ما يخطر عندي في فرن جلسيس سبحان الله كما يتمنى إنسا أدي هدري بيا أن بعد أن يغير الداخل أدي خلصوا قروا قرناك المثل يدنوفا
إنك ملك لي يحضر ضيف طعم فسوسمي الدهب أصل المذخرة فوال وثي النداء وأنا أصل المذخرة فوال في اليدين إمد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه الذي ناقي لدى الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات وكرها إليكم القيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص لربي سبحانه وتعالى أفيعل باش أذعاق باش يعصو فيماس باش إنسان هذه منع الوجب هذه منع أين الفسيسات يخدم ولكن هذه الطماد قيادة تفكر إن أكو ذي العادة الجاهلية العادة الجاهلية هي ودي سعالي ليس إن ضيس أتخدم هذه الجاهلية وقف الإسلام ولكن يحرمت سيد ربي سبحانه وتعالى أسمد يقول الإسلام تحبس من ستاك إن ويكررها إذن مثل ورد المكروة القيل وقال القيل وقال كثر بوالي كثر بوالي يوم الذي سنتفعل وكثرة السؤال ما يسقسي عن السقسي ما تصدص أكد المبذر للمال من المنفعة كيف مثلا رسول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم خلقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلس يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قيل من المتفيهقون يا رسول الله قال المتكبرون إنك رسول صلى الله عليه وسلم ونحمي أكثر ويقربهم ذي المجلسين ويقربهم غربون يوم القيامة إن ذو الإنسان أخلاق الحسن أخلاق العين صفتين هان أمسلين عين الحيام الفعالين الخير حشيني إيك حب بغير خدم حشيني إيك حب النبي صلى الله عليه وسلم إيك خدم ولكن إن ذو إنك إني غير فضاء ويبعثيه يوم القيامة أثر فأولي كذي تهدر نطاس يهدر نطاس يهدر نطاس ولش يصفى ما يغيب انت اليوم ما يهدر لها هذا بلي معنا اتسهدر ان يفق وين اتهدر ولكن انا ندافك شو الغبر ما يفق ما يفق وين العالج شو وين اندي اتهدر فيني الا الفران اش ما يفق وين الا الفران اش شو بردخل وين الا اندي فران اكيا الفران اكي حبيب ليك الفران اكو خليفة السبو أتوندو في دارنا أنا ده وش قاعد تقرأ في سد هذا الفلس أتها ده يبارنا في بارنا أتشو ده بخي يبارنا وش يحكي يبارنا تشوفه لو ثلاثة وش تفعل يبارنا ثلاثة الصور اللي يبارنا أبو خامس يشوفه غيز ولش الجريمة غير غيفة ما يشوف على عبد يبارنا أبو خامس نحن يبارنا أبو حبيبي رجع كون وحبيبي كرمزه أين يتم بالجويس يغفيان ينسى بعد شنو تحكوا ذو الزوم يظن هذه شعبه ويفلاس بس اللي يوث الفرنة الذخي مخام يربع الحيو السوحة السفرة إيه عبد الرحمن ما تسوى يمن دخل أني لما ينسى لفيس تجد الأمانة ذاكين الخائن فافيس سبب وحمية الخائن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الإصرار ذي الأمانة يا ناس حسن في لزة ربي أن يحكوا الفضنان وندويه وين تحمين وين يجعل اللي يتهنين الخطر يسيسك من بعد البرناني أتسوف الغضران أزكى الشاسين الزضار بهم سبحان الله الثرثار أروي جاري في الدوم أروي يدين يخدم الثرثارون قال لك هدى ربص شاتني يرسى وسن
أبرد بعد سنة استعرض قرره ينسى فاروس إنسان هذا الثرثارون والمتشدقون المتشدق أن العبد يهدر السجوخ يسعى وجه سنديوث السفا من المتكبر يخدر المتكبر ما يهدر والمتفيقون المتفيقون وذلك السواب من سنة قرار المتكبرين متكبرون لكن إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وأن أبعد الناس من الله القلب القاسي إن دوت كثر ثلاثة مسلين فرا من الذكر سيدي ربي لأن هذا يهضر شوية وديس الكلام سيدي ربي وديت سيدي ربي من سيدي ربي من نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو يهضر شوية إن دوت شنين ذي ندي خلق من قسوة فقصح بوي إن ويقصح بوي والعبد يسعى من القلب القاسي اللي يقصح ويس إن ندي منه يوفى على نفسي ربي نرجع ربي يجي يوم إلى يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه إن الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من شعب الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق الحياء الحياء العي ذا مسلم أمشطوح ذا القلة ما مسلم يهدر ربي بيسا قاسر سنة الصفتين الحياء أكذ العين نغى القلة من الكلام إن الشعب كان من الإيمان يحمي التربيل دخل الإيمان الإيمان يحمي التربيل يقول إيش عن الإيمان اللي شعره إذا ولكن البذاء يقول إذا البذاء ذي مسلين الدنيا ذي مسلين وش تستحال بيسا نديادة ذي مسلين خصم وذي عليه لنا أكذ البيان كثر الوهي إن سنتك شعبة شعبتان من شعب النفاق إن انحشى المنافق التسعة رجع بيج المؤمن كيف مثلا؟ إذن أي مثلا؟ سيد رب الخالق سبحانه وتعالى إفكاد سينم زوان إفكاد يوم يمين إمين إفكاد سينم زوان أنسل كل جهة أنسل أكثر وين يتغذر أشياء من عبدك هدر ما تصويت دائم للفهمال أخذ الله سبحانه وتعالى الفهم أنا سيبتك أنا سيبتك شو ذي السماء وما تفضيه الدراتس ما أنه يتجرى ما خصني سديني الدفكين لنا صورس ولا أفضل ويفهم هذا ولا سيجد كان يفهم أخذ الله من عندي ما يستيفهم أبي يسمح سيسيون أكثر وأكثر وأكثر وين يقدر وشوية يقال الأليلين أدي فر يفهم ذلك كيف مثلا ويفهمها ما ليلي لعب في ماذا شو سيقمن دي العصر اللي نسعيش ثلال القراية من يفهم ثلال القراية من المفروض القراية تتسوي دي فهمها ولكن إياك وإياك أتي الطغيب في الضرر تجد الكارثة من العصر اللي نسعيشين القرية الميليكة أكتسكن سيدة ربي ذا شدينا أسمعك يكشف سيدة ربي ازدخي بوي أكيد يرزق سيفهما يقارب ففهمناها سليمان سبحان الله أغرزق ربي فهما من المدن يفهم العدل ملك الرزق لن يفهما ذهور ذي الدونيث ذهور العباد ذهور الطبيعة ذهور أو كل المخلوقين مرة ذهول إذا أكن تستعمر إيمانيك الفن الأنساني ألا تستعمر إيمانيك الفن التسوسمين كان مثلا أنخزر الفايدة وين تسوي التسوسمين وين تسوي الإنساني أنف ذين تسوي التسوسمين يسافاس
خير الكلام ما قل ودل. الخيار المسلم ذي لن دروس ويتسكد المفيد. احكم أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه وأرضاه ندل رحم عيون المسجد في حمص في دمشق إلى دمشق قدرناه في عيون المجلس العلم إلى دفق على هدر القوغرسن إلى دسمق الغيون أكسرها إلى إنه واصل ربي غذ ميسيون ونور وحدس إلى التزم الصمت إلى دهدرنا إلى دسمق الكلم إلى دمائلين وحلم الجيون مسلايس زيادنا إلى دسو وجه السؤال إلى دميسن تدي في كبائن فلاهم إلى ديكشن البوية ويعرفني إلى دفرم إلى دمبادة إلى دمبادة مستساق إلى دنريد المعادي بن جبل أرضي الله عنه وأرضاه. إذن ذوكين السيفة غادي في كامة سيدة ربين غادي في كامة في محمد صلى الله عليه وسلم غادي في كامة الصحابة الكرام الصمت ثلاث سنين تسدد سوسنين ماذا ضرب الثلاث ربين الله ما بعيد موش تستخدميه أين فإفاد طلبان سنيفلو فالدوني بين الدير الدوين. إذا أي مثل فسوسين ذي العبادة بيئي أثار فظبيث يقصر يوم إلى قصر كار إلى قصر جبل إلى شحل الزكاة السفر ذي المال ذي خالده الصدقاء الفقراء ذي المساكين ذي الفرق وقيد الفرق الصام أسخل رب الله المكلم ذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الحج ذي أثار ذي ما تفعل بخام حشنا ذي الله غير ولكن الصمت للعبادة بيئي أثار أسر بالقيد يزيد سبحان الله دروس يخدم القيد ينسوا سن أي مثلا خاصة للعصر اللي نتعيشين أنشتكي ذي العبادة بيئي أثار يحمي يتربين يحمي سيد محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي المؤمن إذا دسوسنو إذ كيصار بالنور إذ كيصار بين الهذام سهابين تلغاشين أي خطر ما ينتقد هذا النقص المفيد ودي السفو وراء الرقص المسلاي أكسر جنة هذا من لما دين ليس دين أي خطر ما دين ذلك الفعل الذي فرن الجميس كان مثلا إذا يلتزم الصمت قصر بالهبام أكاس رجل يعيد دشو هذه السفرة الجميسة في دين الخطر ذين يسرس في دين ثسوسين ثمنع العبد ذي بيان أشحال العباد انتقن سواوين ضربي بيري بيري نتقن صورة نعتبن ثلطة الميديا عايز فعك ندير ربيع مصر أين الذي يلها إني ثيب أين ندير وفي القرار أين قريني للسواب أين قريني للمنفعة للغشية أين قريني للهنا أين قريني الخير نتقن يس بلغ الرسالة سيدة ربيع شدينا سيدة ربيع أفل حلال الحرام الرسالة وخلاق إن شفريت سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى إننا تصل عباد وزرارة رسالة الإسلام لقعام وما أرسلناك إلى كافة للناس بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس إذا ما دل أكثر الناس مش معنى الأقلية إكزار كان الأكثرية وزر لنا ولكن الأكثرية وزرارة أفهم قراض جنشي من أفهم قراض للأقلية باش السفر الإخبار السفر أين دين ربي ما يدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولش ما السفر تم من السنة أعطيتك إن أرزاق لمحمد حشمتي السنة ولك عن الإسلام تبسمت السنة أسماء هذه السنة أشحال العلماء أشحال العباد ذي ثمال الغرب ضد الإسلام لنا ولكن اسمس من الإسلام وخشمان دغى الإسلام وشهد لا إله إلا محمد رسول الله كما يقول مثلا الدمير أي إنسان يسافر بحد دولتي يسافر بحد يخاطبي إذن إلسيك
يسي سوى الإنسان أسحف الضغني أسحف الضقروي صدفة جيرس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبيت ذا كان يرسي سنة يجبذ يفتد عمر بن الخطاب إنيس يا أبا بكر مش تخدم مكان إنيس هذا الذي أوردني الموارد إنيس الوكيل إيس كشمن دي اليوفان وإيس كشمن دي المشاكل وإيس كشمن وين وزن الغلام سبحان الله وكما رأى الدروس إنسي من أي مثل لو كان إنيك لو كان سطف الإمام ونسمي جدا فيما أفك من المشاكل دي القاعة التعريف مثلا لعيبة في هذه الدنيا لو كانت صدفني موسم أذفك من البشر اللي يقعها خطر يوعى ملايين من العبد ويفهم اللي جاري ما نشي يفهم وكل الكارثة لا فيك فهم ويصري ما نشي يفهم لا بأس أدينين والسحسن يغشن خطر يفهم والعبد والفهم ويصري ما نشي يفهم ويصري ما نشي يفهم وكيد يعد العين يقل يستعلم يوم ولكن العبد في مالا ولكن للأسف الشديد جعلنا ليس يفهم هذا وكيد البعض من المجتمع هذا وكيد البعض من المجتمع البشري ماشي تولى الدنيا مرة أخرى هذا وكيد الأهلاك العبد في مالا ويجعلنا ليس يفهم كان يد مثلا الجرب يجي مبنين يد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا إلا عالما أو متعلما إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن دوسك أرونا حشا إما مدير العالم وإما مدير المتعلم إما مدير من العلماء يسمى العالم ها الذي يقرأ يفهم يسمى وإما المتعلم يسمى الذي يسمى ما يختصين دوسك العالم غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكعيد مثلا إذا نوذ الجاهل ماشي وين الذي العالم إذا الجاهل خطر إذا وين السند الذي يسير إلى الجاهل خطر وين السند الذي غسل بالغرار وفي ما يسير ما السند الذي يسير ولا قرار الذي يسير ولكن ماذا بلو السند الذي يسير وقد يهيان لو تسير على كل دولي خطر السند الذي يسير اهدر أكثر وين يسمحسيش امسعوا السنة وفي ما بلو يكثر يستعلموا يا أسنسكشون الجاهل لبعد الغجر بيجي يومين الكارية مثلا إذا حفظ اللسان أكيسون دي الزمالي أكيسون دي عقلي أكيسون دي الخمال أكيسون دي أكيسون دي يخبر وانت قلت ذلك الكتب أنا أقول هدرنا الكتب اتبع منك اللي بهدر مطاس خطر دي نسحر اللي يفوق ماذا دي كشم دي يكتب أسفكن ما أسفكن دي كشم دي يكتب إذا الكتب اتبع الثرثار وين يهدر مطاس كيف ماذا؟ وكان الكبير الديني كامل يشوف في الفلس دي خافيس ها؟ وسي قرار كان كيجيب اليوم أين دميره ويتحسب ربي فلس سيد ربي قال ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد ونشكر مستيار الديني يشوف في الفلس أم يحسبون أن لا نسمع سره من جواه بلى ورسلنا لديهم يكتبون جايين كره دركنا أمزور أمزور وسنسي غلب إذا الناس دربه ينادى لنا الملائكة إنه أروس اللي لك تفل غصب زي سريسن ولكن الذي كنت فلس كما دوين أدغفر لك يشتركنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الكلمة ماذا؟ إذن الكلمة الطيبة صدقة ماذا بالرمس لي عليه صدقة ولكن ما تكشمر البعيد عن زوري جيمونين لوين يقربين خطر ثلاثة لك هدر مطاس هذه سكين دل هذه هدر في غاشية الغيبة ذنان إمام هذه تسوي البغروة هذه تسجين العيبة باش اللي يوم السر ينسل أكل الذي يفرر الذي يهدر الويان خطر ثلاثة لك حمينا غاشية ولكن سمح سيس لسا شما خطر يتسوي سدي خبارات قويان مدر إذن الغيبة ذنان إمام لبعد أن نجرب يجي مبني أتفق على عفاقين أكون يكتب عن جربي جي مؤمنين أي مثل العبد له درارة الصامتة ويطايا فلس سمح لي غشي مطاس خطر رزب السلسل ولا ما سيميس أبرا مدينة يون ووالية أسنى
الزخان دي من الزينة قيل من الألم في عدم إذا تفق بسدك بأدم وتسمى صادرة مش تقابل ما حدش يبدأ بيس إنه حد يدرك السياح إذا بيس ها؟ ينقل ويخدم أنا يعلم الآيين صار بالغص سماحي الغير مش الاعتذار يديرهم اعتذار يعيد سمحيهم ويشكل سمح للمؤمنين سمح للمسلمين ولكن الإنسان المؤمن يخدم القدي يلسيس باش ويطيب هل سمح للغير مغرم أي خطر تنقص الهيبة يلس الهيبة تنقص تغلطه وضربه تسمح تنقص الهيبة يلس يقصد المؤمن وتغلب غار جيون وتعد غار فيون وتهدر غار فيون وتبقد غار من قريب أو من بعيد الجوال حيف في الدف الأسن وكفي على الفوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت واليوم السدر باليوم الآخر اهدر أين العين في الخير نغي تفنيس إذن أي لسة إني دين نندي خير أسر بحر أدفر نب ودهدرارا التزم الصمت أتسمر أتسفر بمني أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.